نفس السيد السوداني وحكومة السوداني لا يعلم ماذا تحت اليوم القواعد الموجودة. ما يدري؟ لا ما يعرف. مستحيل. السوداني ما يدري. ما يعرف القواعد. أبداً. إيه. ولا يقدر. عباله مستشارين يعني. ولا يقدر اليوم يزور اليوم يبحث ماذا اليوم الأعداد الحقيقية والطائرات والتسليح ما موجود اليوم في قاعدة. من اللي منعه؟ ما يقدر. من اللي منعه يعني قاعدة يسمى. لا احنا بلد محتل احنا ليش يعني من نجرح هذه الكلمة بس معني احنا نتحدث بالبيانات مالتهم نتحدث بالسيادة واحنا مخترقين الاحتلال البيانات مالتهم يقولون قاعدة عراقية يعني قاعدة عراقية ما يقدرون يزورون قاعدة عراقية بالطابوقات مو قاعدة عراقية بالأسلحة والتواجد الأمريكي وقوات تحالف قاعدة أمريكية بطابوقاتها والأساور عراقية بطابوقاتها نعم فقط لا أكثر ولا أقل ما يثبت اليوم هي قاعدة اليوم يمتلكها العراق ويتحكم بها انطيني على طوال الحكومات مو حكومة السوداني ما قبل السوداني الاتفاقية 2011 الاتفاقية 2014 الاتفاقيات الأخرى هسة الأخيرة كليتها مبرمة أنه الأمريكان ما يطلعون والأمريكان محتلين وانتهت القضية وإذا إحنا اليوم اشتدينا على الأمريكان نعرض اليوم الشعب العراقي إلى عقوبات من المتحدة